وعمل ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدات الناس تتعرف على اللاعب وتنشر صوره وتشيد به. وبالماضي لبى طلب الجماهير الجزائريه واستدعاه، وراه يلعب اساسي حتى وقتنا هذا مع المنتخب الاول، وهناك منافسه قويه بينه وبين عطال للظفر بالمكانه الاساسيه في المنتخب الاول الجزائري. بعد هذا التالق في كأس العرب ومع المنتخب الجزائري الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ومع ناديه التونسي أيضا، تلقى حسين بن عيادة عرض من فريق الوداد البيضاوي المغربي، ووافق اللاعب ووكيله على هذا العرض وعلى هذه الخطوة، وانتهت مسيرته أو رحلته مع فريقه التونسي بهذه الإحصائيات. بدأ حسين هذا الموسم 2022-2023 مع ناديه المغربي بداية جيدة، وتحصل على جائزة